طبعاً عارفيني رجل استثمارات، مرة أرباح ومرة أخسر، بس في يوم من الأيام كانت خسارتي كبيرة، كنت محتاج الكاش عشان أعوض. فأخوي عبد المحسن الله يرحمه حب يمد لي يد المساعدة ويعطيني فلوس، بس أنا رفضت وشرطت عليه عقد الفيلا مقابل الفلوس اللي يعطيني إياها. صادق يا عمي، هذا الكلام حرفياً مكتوب في مذكرات أبوي الله يرحمه. بس بنيتي يمكن نسى يكتب السيزون الثاني من السالفة. اللي هو أنا رجعت له الفلوس وقطعنا العقد ورجعت الفيلا من نصيبي. يا عمي، يعني تتوقع أبوي ليش ما ذكر هالتفاصيل بمذكراته؟ والله يا بنيتي السؤال هذا ما تسأليني إياه، تسألين أبوك الله يرحمه. بس يا عمي، يا بنيتي لو كان في عقد كانت أمكم ورتكم إياه.